اهلا، انا معاد احبوش، وهذا نهار غليظ. هذا بزاف شي تسناو هذا الفيديو. انا عارف طولت شويه الغيبه على السرد في هذه القصه ديال النم اللي ما بغاتش تسالي، وهي قصه زوينه ولكن كاين بزاف ما يدار. كاين شي حاجه بغيت نقولها نيت على الفيديوهات والمحتوى الجديد اللي وليت كنلوح. الاهتمام ديالي بداك المحتوى هو ندوزو شي وقيت يكون زوين ومفيد في العالم الافتراضي. يعني ماشي غير زعما غير هضره ولا، انا مستعد نخسر بزاف ديال الوقت في 2021 على هذا المحتوى هذا، وندوزو وقيتة زوينة. واللي بغى يجي معنا ينضم لينا ويثبت الوجود ديالو تما بلايك وابوني. والجديد راه كنلوحو ديما. بغيت نشكر الناس اللي وصلوا الحلقات سعود لألف لايك، ميرسي بو. وبغينا هاد الحلقة هادي الحلقة 10 توصل لألف وخمسمية باش ندوزو للحلقة 11. هاد كان ديد الرواية، راه أنا بوحدي اللي كنسردها بالدارجة. شكر خاص للطوطة والناس المخلطة، عارفكم دايرين جهدكم والله يخليها محبة مداومة. مشينا يلا خليناها في كانديد مع كاكامبو اللي وصلوا للبلاد ما عارفين عليها تلعبة تخيصية. وأول حدث وقع عليهم هو قتلوا دوك القرودة اللي كانوا تابعين العريانات. كانديد تيرع على القرودة وقتلهم، والعريانات بداو تيبكي. داز الوقت حتى غيلقى كانديد هو وكاكامبو راسهم مربوطين حيت شدوهم الأوريون. الأوريون كانوا هما السكان ديال ديك البلاد، يعني الكوادة المكودة كتسنى كانديد وكاكامبو. دوك جوج عريانات هما اللي وشاو بيهم. كانديد وكاكامبو غيحلوا عينيهم غيلقاو 50 عريان تيتسناهم. صافي كانديد وكاكامبو تيشوفوا بحال قوس قزح كيشرق، غينوضوها سكوبيدوات. هاد 50 عريان ما خاصهمش الخاتمه مولاي، خاصهم كانديد وكاكامبو. شي هز القطبان، شي كيغلي الماء، وكلهم كيغوتوا راه اليسوعي اليسوعي يلا ناكلوه، راه المسيحي 3 في 1 1 في 3 يلا نقتلوه. كاكامبو بواحد النبره ديال الحزن قال ليه يا كانديد ياك ها حنا حصلنا، عمرنا ما نديروها زوينه، دوك البنات اللي قتلنا لهم القروده غادي يقتلونا. كانديد شاف دوك الهماج قال صافي غيشويونا غيفورونا ما فيهاش. كانديد قال كون كان بانغلوس كون قال لنا كل شيء زوين كل شيء من الخير. سوري بانغلوس كان غيقول كل شيء من الخير، ولكن انا كنقول هاد الشيء متوحش. من بعد هاد الكوادا كامله نخسر كونيغوند ويشويوني الأوريون ولا باس من اللي غيشويوهم، أراك ليا لو كان كانوا غيح. كانديد كيدوي شوية قال ليه كاكامبو خليني ندوي معاهم راه كنعرف شوية من اللغة ديالهم. ما تيأسش كانديد، دير شوية ديال الثقة في راسك. قال ليه كانديد وديرها وما تنساش تقول ليهم شحال خايب أنك تشوي بنادم، وهاد الشي راه ماشي مسيحي. كاكامبو تكلم وقال ليهم أسيادي أسيادي نتوما اليوم بغيتو تاكلوا يسوعي، هادشي زوين وصحيح، هكا خصنا نتعاملوا مع الاعداء ديالنا. ما فيش يما رحاميني، الطبيعه هكذا دايره وهادشي اللي كنديروا في الارض، ولكن راه داكشي اللي عندنا نتوما ما عارفينوش. اسيادي اسيادي واش باغيين تاكلوا بعضياتكم؟ نتوما تي صحابكم غتشويو يسوعي، ولكن هاد الرجل هذا هاد الرجل هذا راه هو واحد المخلص ديالكم، ومخلص كذلك هو العدو ديال العدو ديالكم. هذا منكم، انا تولدت في بلادكم، وهذا اللي كتشوفوا راه هو كانديد سيدي، وبعيد على انه يكون يسوعي، راه قتل واحد ليسوعي ولابس اللباس ديالو دابا، داكشي علاش مشيتو فيه غالطين. ولا بغيتو تاكدوا من هضرتي هاكو هزوا لباسو وديوه للوس بادريس، سولو تماك واش سيدي قتل شي يسوعي، واش قتلو تماك ولا لا. هاد الشي غيكلفكم غير وقت قصير، ولا كذبت عليكم كلنا بجوج. انا كنقول غير الحقيقه، نتوما عارفين مبادئ الحق والعادات والقوانين، اذا غتعطيونا العفو. الاوريون سمعوا الهضره ديال كاكامبو وجاتهم منطقيه، فصفتوا جوج لوس بادريس وجابوا التنقنيقه، رجعوا بالخبار الزوينه، والاوريون فكوا كانديد وكاكامبو من الحبال ديالهم. تعاملوا معاهم زوين وعطوهم البنات والمرطبات والكريمات واللعبات وداكشي، مشاو بهم حتى الفندق ديال المدينه ديال بلادهم وكيغوتوا ماشي يسوعي وماشي يسوعي. كانديد كان فرحان بالاعجاب ديالهم، يعني تبجق ليه المسائل، كيقول واو على الشعب وعلى عادات عندهم. كون ما طعنتش خو كوبيتي كونيغوند
كون كلاوني بلا رحمه، ولكن في الاخر الطبيعه زوينه، داروا معايا موت موت زوين من اللي عرفوني ماشي ياسوع. كانديد وكاكامبو وصلوا لافان ديال بلاد الاوريون. كاكامبو قال لكانديد، انت كتشوف هاد النص ديال الكره احسن من الاخر ياك، يلا نرجعوا لاوروبا. كانديد رد عليه، كيفاش نرجعوا؟ الا رجعت للبرتغال غنتحرق، ولا بقيت في هاد البلاد نقدر نتشوى في اي لحظه صاحبي. ولكن انا تنفكر كيفاش غنخلي هاد الجزء من العالم اللي فيه غزالتي. اوف، كاكامبو قال ليه اوكي يلا نمشيو لكايين، راه غنلقاو الفرنسيس. الفرنسيس راه كاينين في العالم كله، يقدروا يعاونونا ويقدين جينا الله. كانديد وكاكامبو شافوا وهما يخلفوا خلفات، مشاو لكايين. ولكن باش يمشيو لكايين واجهوا صعوبات دازت عليهم، قطعوا الجبال والانهار عاموا فيها والوديان، وتسللوا من القطاطعية وتجنبوا من الوحوش، والعودانات ديالهم دوك الاندلسيين ماتوا من العيا وكلوا داكشي كله اللي كان عندهم، يعني المؤونة ما بقاتش والجوع جاهم، شهرهم ما كياكلوا، كانوا كياكلوا ولكن غير التمر ديال البرية. حتى وصلوا لواحد البلاصة لقاو راسهم حدا الساقية، واحد الساقية صغيرة دايرين عليها الشجار ديال جوز الهند، كلاو وشربوا منها وبقاو حيين. كاكامبو اللي كان كيعطي النصائح بحال دوك الشراف الحكماء اللي ما تيديوهاش وكان كينشر الايجابيه، داخت ليه الحلوفه وقال لكانديد ما بقيناش قادين صاحبي، وتمشينا بزاف سيدي كانديد، راه لهيه كنشوف واحد الباطو يلا نعمروه بجوز العند ونترماو فيه ونخليو التيار ديال الماء يدينا، راه النهر ديما كيدي البلاصه اللي فيها الناس، ولا ما لقينا والو بعدا بعدا نلقاو حوايج جداد. كاكامبو كان عزيز عليه الجديد، عشاق ملال، عشاق ملال في المصايب. فكانديد قال ليه كاكامبو، واش انت كاكامبو ولا كامبو؟ يلا انافا نتوكلوا على العنايه ديال الرب وراه غنوصل. ومشاو وتجدفوا بالباطو، وصلوا لشي بلايص جافه ولشي بلايص خضراء وزوينه، بلايص قاسحه وبلايس ميسرة. النهر كان غادي وكيتوسع غادي وكيتوسع حتى وصلوا للحجر. شوية تلقاو راسهم في حجرة والباطو في جيه، 24 ساعة وهما في ديك الحجرة، ديك الحجرة كانت عالية. رفعهم النهر والباطو ديالهم تفرشخ مع واحد الحجرة، كان خاصهم ينتقلوا من حجرة لحجرة. دابا شوية اكتشفوا باللي كاين واحد الأفق عامر جبال ومستحيل يوصلوا له. كانت الطرقان مغطية ومزينة بدوك العربات ديال الرجال والعيالات، كاينين فيهم رجال وعيالات زوينين، جراهم الخرفان، واحد الخرفان حمر بواحد السرعة كتر من ديال العودانات ديال الأندلس. كانديد غايقول وهادي بلاد زوينة، هادي حسن من ويستفالي ديال النم. نزل هو وكاكامبو لديك الأرض، لأول قرية وصلوا ليها، وكانوا شي دراري صغار كيلعبوا تماك، دوك الدراري ديال ديك القريه النيت، فكانوا كيلعبوا. كانديد وكاكامبو ضربوا عليهم واحد الطليله، لقاهم كيلعبوا بالمونيكات ولابسين واحد اللباس من البروكار المقطع، فهمتي بروكار جينر المقطع. وهما كيلعبوا كانوا هازين واحد الاحجار كبيره ديال الذهب وديال الزمرد والياقوت الاحمر الياقوت وحده منهم دوك الاحجار الكريمه تصلاح تكون اكبر زينه في العرش ديال المغول. كاكامبو قال هادو غيكونوا ولاد الملك ديال هاد البلاد. فالدراري الصغار واحد شويه مشاو وخلاو دوك الاحجار الكريمه مليوحه في الارض، لاحوهم حيت وصل المعلم ديالهم. فكانديد قال هذا هو المعلم ديال هاد العائله الملكيه. كانديد هز دوك الاحجار الكريمه باش يعطيها للمعلم ديالهم بكل تواضع ورجولة، ويقول ليه راه الدراري الصغار نساوها. المعلم تبسم لكانديد في وجهه وشاف فيه الشوفة ديال العجب بحال الى ساركازماه، فارمى دوك الاحجار الكريمة وكمل الطريق ديالو. هذا المعلم كانديد وكاكامبو بحال الى صرفقهم هذا المعلم، اش هذا العجب، هزوا الاحجار الكريمة وتيقولوا وفين حنا، هاد الدراري خاص يتربوا على هاد النعمه اللي لاحو. كاكامبو حتى هو معجب وتيقول اه فين حنا. تمشاو في الطريق
اخيرا قربوا لاول بيت في هاد القريه هادي. كان بحال شي قصر اوروبي، كلشي الناس مجموعين حدا بابه، وكتسمع من الداخل واحد الموسيقى واعره، واحد الريحه ديال الماكله زوينه كتشهي. كاكامبو قرب وسمع من الباب الناس كتهضر باللغه ديالو الام. اللغه ديالو كانت هي اللغه البيرووويه ديال توكوماني، البلاد ديال توكومان، وغير توكومان اللي كيهضروا بها. كاكامبو قال لكانديد يلا تبعني، انا غنكون المترجم ديالك حيت انا راه فاهم اللغه مزيان، راه هي لغتي الام. يلا ندخلوا راه قهوه هادي. دخلوا كاكامبو وكانديد، جاوا واحد جوج ولاد وجوج بنات لابسين لباس من الذهب ودايرين شعرهم بواحد الربطه عجيبه. فدعوهم باش يريحوا في واحد الطابله، وعطاوهم ربعه ديال لي غوبا، يعني الاطباق ديال الماكله، طباصل كل وحده مزينه باللحم ديال الحمام، الحيوانات ديال الكوندور مغلي، واحد النوع من الطيور سميتو الكوندور، وجوج قروده مشويين وبناني، 300 طنان في طبصيل و600 طنان اخر في طبصيل اخر، حلوه لذيذه وطباصل كلهم من البيلوار داك مبلورين. دوك البنات والولاد كيكبوا المشروبات الروحيه اللي مصنوعه من القصب ديال السكر. ايوا صافي، كانديدو كاكامبو كان ناقصهم غير حور العين وتكمل. قاع دوك المدعوين اللي تما ناس تخونكيل، ناس نقيه وبعقلها، سولوا كاكامبو بواحد الظرافه ولباقه، وتا هو سولهم وجاوبهم بظرافه ولباقه. سال العشاء، كانديدو كاكامبو صحابهم غير خلصوا داك القهوه بالاحجار الكريمه اللي هزين في يديهم. المضيف والمضيفه بقاو تيموتوا عليهم بالضحك، حبسوا الضحكه غير بالزز، وقالوا لكانديدو كاكامبو اسيادي نتوما باينه عليكم غشميين وغراب علينا وما متعودينش تضايفوا الناس، سمحوا لينا حيت ضحكنا عليكم فاش بغيتوا تخلصونا بدوك الاحجار الكريمه. نتوما راه ما عندكمش العمله ديال هاد البلاد، ولكن ماشي بالضروره تكون عندكم باش تاكلوا هنايا. اوكي نكتفيو هنا ونتلاقاو في الحلقه الجايه. ما تنساوش توصلوا هذه الحلقه ل 1500 لايك، وشكرا على التفاعل ديالكم مع الحلقه اللي فات. نتمنى اننا نوصلوا هذه الحلقه ل 1500 لايك باش ندوزوا للحلقه 11، وشكرا لكم على الاستماع. الى اللقاء. Peace out.